مساء الخير واهلا بحضراتكم. كان في تصريح مهم، وتصريح الصراحه يشكر عليه. التصريح ده كان من فضيله الدكتور الشيخ احمد الطيب. التصريح ده قاله في احتفاليه بيت العائله المصريه بمناسبه مرور 10 سنين على تاسيسه، وقال ان هو بيرفض الدين العالمي الموحد، وقال كلام كتير جدا. النهارده هيكون معانا، مشرفنا منورنا في الحلقه، الكاتب جرجس بشر عشان يحلل بعض الامور، وكان كاتب كمان بوستات كتيره تحذيريه من الدين العالمي الجديد. مساء الخير يا استاذ جرجس. استاذ جرجس، الاول احنا هنبتدي بكلمه فضيله الشيخ احمد الطيب، وقول لنا ايه رايك في الكلمه اللي قالها. بصراحه يعني الكلمه التي ألقاها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر هي كلمة تاريخية. تمام. تاريخية، يعني أنا أوصفها بأنها كلمة تاريخية، وقضت على مخطط بيتصرف عليه مصاريف جبارة. مخطط بيتصرف عليه مصاريف جبارة لكي يتم تمريره في مصر، وكان المخطط أن يتم تمرير هذا الدين الموحد عبر المؤسسات الدينية. ولكن كان فضيلة الدكتور أحمد الطيب رجلا وطنيا، ومؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة وطنية. هو قال كلام كتير الصراحة، وضرب المخطط في مقتل. ضربه، يعني قضى عليه بالضربة القاضية. تمام. عندما رفض وقال إن الدعوة إلى دين عالمي موحد هي مصادرة لحرية الرأي والاعتقاد. لأن إزاي العالم كله بيقول لك إيه حرية رأي وتعبير ومعتقد؟ إزاي تطالبني وقوانين حقوق الإنسان وفي الآخر عايز بتقول حرية المعتقد تلغي ده كله، وعايز تلغي لي ده كله وأنا أؤمن بدين اللي هو الدين الإبراهيمي؟ أنت كده بتقيدني، عايزني أسيب ديني ومن بالدين الجديد؟ لا، ومحدش بقى يقول ده انت دينك ايه، ومحدش يعني بقى وجود ربنا كمان في حياتنا كمان يلغي وجود ربنا كمان. بالتالي اظهر فضيلة الامام الطيب الشيخ احمد الطيب انه رجل وطني، رجل غيور على دينه، غيور على وطن، غيور على وطن، رجل لا يشترى ولا يباع ولا يستخدم كأدوات. هو أعلن بكل صراحة، أعلنها بكل قوة، والعالم كله فرح وأثار ضجة. هذا عايزين نقول الكلمة برضو، وإحنا يعني بنعلن حمل الدعم لفضيلة الإمام الطيب، ندعمه ونقول له شكرا على هذا الرفض والتحذير. جمال التحذير بالذات، وفي نفس الوقت نحن ندين بقوة وبأقصى درجات الإدانة. يعني احنا كنا نتمنى ان البابا تدروس الثاني يعلنها برضو، يعملها، لكن البابا ما عملهاش، بل فعل اكثر من ذلك. البابا تدروس الثاني مع احترامنا الكامل لشخصه، معروف يعني دعمه الكامل وتحالفه العضوي والاستراتيجي مع قداسة بابا روما، بابا فرانسيس. والبابا روما معروف ان هو الراعي الرسمي لهذا الدين الماسوني الجديد. البابا فرانسيس هو يريد ان يمرر هذا الدين نيابة عن الماسونية العالمية لكي يتم التمهيد لبناء هيكل سليمان واعلان الدين العالمي، ولكي لا تكون هناك مقاومة للدين. موضوع كبير، للدين الابراهيمي. ما هم مش عايزين حاجة اسمها اسلام، وحاجة اسمها ولا اسمها مسيحية، عايزين حاجة ان احنا كلنا ايه واحد، وكلنا اخوة، ماشي كلنا واحد ونحب بعض، في بوذيين وفي مش عارف ونحب بعض وكل حاجة، في ناس بتعبد البقرة، في ناس بتعبد وثن. هو عايز يساوي بين اتباع البقر والوثن وعبدة الاصنام وكذا وكذا في الدين، الناس اللي بتعبد ربنا، اللي بيعبدوا ربنا من اهل الاسلام والمسيحية وكذا. وعلشان واخد شعار براك اللي هو الحوار بين الاديان والسلام والانسانية، طب ما احنا كده ولا كده، الاديان بتحض على الانسانيه والسلام بالظبط، والاسلام بيحض على الانسانيه والسلام بالظبط، من غير ما تجبرنا ان احنا ندخل في هذا الدين افواجا مثلا، او تصرف عليه.
كان في احتفاليه كبيره يا استاذ جيرجس طبعا طبعا في كوريا ونيافه الانبا الكارثة. كنا نتمنى ان قداسه البابا تدرس ما يبعتش اسقفين لكي يوقعوا على هذا الدين. من المعروف ان قداسه البابا تدرس الثاني ارسل اسقفين هما نيافه المتنيح ربنا ينقح نفسه الانبا ابي فانيوس رئيس دير ابي مقار ونيافه الانبا مارتيروس ويبعتهم نيابة عنه بالتأكيد مرة يعني. وقع ده ومرة وقع ده هناك الاثنين وقعوا وشفنا بالصوت والصورة نيافة الأنبا أبي فانيوس ربنا يرحمه ويناح نفسه رفع شعلة الدين العالمي الموحد. الأنبا أبي فانيوس ما عملش كده من نفسه ولا الأنبا مرتيس ولكن كان بتفويض من البابا صح. والبابا معروف أنه متحالف عضويا مع الكنيسة الكاثوليكية ويحاول تمرير تعليم كاثوليكية. شفنا المشهد في الأول بابا فرانسيس كان في أول كمان إن الكنيسة الكاثوليكية وفقا لفيديو نشرناه بدءا من التحضير للمجمع الفاتيكاني الثاني تم اختطافها من قبل الماسونيين وده باعتراف باحثة في وزارة الخارجية الروسية على قناة RT روسيا اليوم بالزبط. قالت اختطفوا عمل تقرير جميل جدا الماسونيين اختطفوا الكنيسة الكاثوليكية لتدمير إيمانها وجابوا بدءا من التحضير للمجمع الفاتيكاني الثاني في الستينات سنة 64 جابوا باباوات ينفذوا لا مهمة الدفاع عن الكنيسة والإيمان ولكن تدمير إيمان الكنيسة. تمام. طيب يا أستاذ جرجس دلوقتي هقول الكلمة اللي قالها شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب بصراحه قال كلمه الناس بصراحه قالت حلو ان في ناس بترفض الدين العالمي الجديد وده طبيعي ده مش واحد عادي يعني ده رئيس بيمثل. اكبر مؤسسه دينيه بالزبط. في العالم بالزبط. كان بقى خبر مكتوب في المصري اليوم كاتبين شيخ الازهر الدعوه الى دين موحد تحت مسمى الدين الابراهيمي مصادره لحريه الاعتقاد وده كان بتاريخ 8/11/2021 يعني كان قريب جدا والكلام ده كان قايله يا جماعه في احتفاليه بيت العائله المصريه بمناسبه 10 سنين على تاسيسها. وانا ودي هنا اشير لحاجه يعني بمناسبه يعني الاحتفال بمرور 10 سنوات على تاسيس بيت العائله ودي ان اقدم شكرا لفضيله شيخ الازهر لانه كرم رمز وطن هو ذكي كرم البابا شنوده كرم البابا شنوده صح الرمز الوطني اللي ما دعاش لدين زي ده ولو كان موجود ما كانش هيبعت اسقفين صح ولا كان هيكسلك الكنيسه وتكون خاضعه او يحاول يخليها خاضعه ايمانيا كل كلمه عارفينها راحه فين وكل حاجه عايزينها كنيسه اجنبيه صح كل يعني كلمه يعني انا بقول شكرا خاصه بالظبط يعني كان في بقيه بقى الخبر كان بيقول وقطع شيخ الازهر في كلمته الشكوك التي تتأثر للخلط بين تآخي الإسلام والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيش في أمن وسلام واستقرار الخلط بين هذا التآخي وبين امتزاج هذين الدينين وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكل منهما وبخاصة في ظل التوجيهات التي تدعى أنه يمكن أن يكون هناك دين واحد يسمى بالإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي وما تطمح إليه هذه الدعوات فيما يبدو من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة واحدة أو دين واحد يجتمع عليه الإنسان ويخلصهم من بوائق النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس بل بين أبناء الدين الواحد والمؤمنين بعقيدة واحدة. وقال شيخ الأزهر إن هذه الدعوة مثل دعوة العولمة ونهاية التاريخ والأخلاق العالمية وغيرها وإن كانت تبدو في ظاهرها أمر كأنها دعوة إلى الاجتماع الإنساني يعني في ظاهرها أنها تدعو لاجتماع إنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته إلا إنها هي نفسها دعوة إلى مصادرة أغلى ما يمتلكه بنو الإنسان وهي حرية الاعتقاد وحرية الإيمان وحرية الاختيار وكل ذلك مما ضمنته الأديان وأكدت عليه في نصوص صريحة وواضحة ثم هي دعوة فيها من أضغاث الأحلام أضعاف أضعاف ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها
أضاف شيخ الأزهر: ومن منطلق إيماننا برسالتنا السماوية نؤمن بأن اجتماع الخلق على دين واحد أو رسالة سماوية واحدة أمر مستحيل في العادة التي فطر الله الناس عليها، وكيف لا واختلاف الناس اختلافا جذريا في ألوانهم وعقائدهم وعقولهم ولغاتهم، بل في بصمات أصابعهم وأعينهم، كل ذلك حقيقة تاريخية علمية، وقبل ذلك هي حقيقة قرآنية أكدها القرآن الكريم، ونص على أن الله خلق الناس ليكونوا مختلفين، وإنه لو شاء أن يخلقهم على ملة واحدة أو لون واحد أو لغة واحدة أو إدراك واحد لفعل. صح. فعلا هو قال كلمة بصراحة شرح حاجات كتيرة جدا. هو قال بحجة، بحجة أن هما بيدعوا للسلام، ظاهرها أنها بتدعو للسلام وكذا وكذا، ولكن في باطنها هي مصادرة. صح. حرية الفكر والاعتقاد والاختيار. بالزبط. وأن الأديان ما فيش حاجة اسمها تجبرني أن أنا أؤمن بدين واحد. صح. لأن طول الكلمة اللي قالها بقى قال أعز ما يملكه الإنسان هو عقيدته. صح. صح. غيور على عقيدته. في وقت في يعني في نفس الوقت نلاقي أبا بطريرك بيتنازل لصالح الكاثوليكية عن بعض الطقوس والتقاليد وكذا وكذا. تمام. لكارث لصالح دولة أجنبية. تمام. أستاذ جرجس، السنة اللي فاتت تقريبا يافطة الأنبا مارتيروس قدم اعتذار قدام الشعب كله على صفحته الرسمية على الفيسبوك يا جماعة، والكل تفاجئ بعد 6 سنوات من هذا التوقيع. يافطة الأنبا مارتيروس فاجئ الجميع على صفحته انه بيعلن ان هو بيسحب توقيعه بتاع الدين العالمي الجديد. يتبرأ. وقال انا ما كنتش عارف، قال انا كنت بحسب ان هو دين سلام، وقال شرح حاجات كتير. هو كان تحت دعوة السلام زي ما قال كده، فضلت ظاهرها السلام. ظاهرها السلام. لكن باطنها مكتوب وثيقة وكذا. بالظبط. أستاذ جرجس، السؤال بقى الأهم والأخطر، ماذا لو لم يسحب يافطة الأنبا مارتيروس هذا التوقيع؟ لو ما سحبش التوقيع ده قمة في الذكاء. ليه بقى؟ ايه بقى كان موقف، موقف الكنيسة المصرية كمان، ده موقف لقباط، ما كناش هنعرف نحط عينينا في حد، في وش حد من اخواتنا في الوطن. ليه؟ لأن أكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي رفضت هذا الدين. يبقى احنا اللي هنقبله. لو ما كناش رفضنا، لو ما كانش اعتذر، كان هتبقى الكنيسة في مأزق، واحنا كنا هنبقى في مأزق، هيبان لنا ان احنا ناس متواطئين مع دعوات ضد الأديان وضد ان الإنسان يكون حر في ديانته، في اختيار ديانته، كما ان الاتهامات الموجهة لهذه الديانة انها ديانة ماسونية، ده كان هيلطنا كلنا. طب سؤال بقى تاني يا استاذ جرجس، معلش عشان ايه كان هيبقى بقى المجمع المقدس، يعني الكنيسه كلها كان هيبقى منظرها طيب سيء وغير وطني وكذا. انا عايزه برضو اوديك شويه للناس بيقولوا ايه على السوشيال ميديا. طيب هل هذا التوقيع كان بيمثل نيافه الانبا مارتيروس ولا كان بيمثل الكنيسه؟ اولا بينه وبينك، ايوه، نيافه الانبا مارتيروس لما راح يوقع على وثيقه الدين العالمي الجديد، ايوه، في كوريا، ايوه، هو وقع مين اللي بعته؟ البابا اللي بعته. يبقى كان بيمثل الكنيسة. هو جميل، ما جاش من نفسه. ده البابا بعته، لان البابا معروف علاقته القويه مع بابا روما اللي هو اللي بيرعى هذا الدين العالمي، ومتفق معاه انه هيروح ويوقع وكذا وكذا ويمرر هذا الدين، وفعلا بعت الانبا مارتيروس والانبا ابيفانيوس، ربنا ينح نفسه. الانبا ابيفانيوس شفناه بيرفع الشعله طبعا، والانبا مارتيروس الاثنين وقعوا. الاثنين وقعوا، ولكن بعد 6 سنوات احنا مالا نطلق في الفترة دي، علشان برضو نقول يا جماعة احنا كأقباط اللي عمل البابا تدروس احنا رفضينه. طيب. واحنا في الفترة دي قبلها قلنا يا جماعة هذا مخطط، الدين ده مخطط ماسوني ورفضناه، وانا كتبت من سنوات وحذرت من هذا الدين وقلت لا يمثل الأقباط، ولكن هو قرار انفرادي من قداسة البابا تدروس. ومن هنا وطالب المجمع المقدس، أيوة، في جلسته القادمة أن يصدر وثيقة وإعلان رسمي موقف الكنيسة، يبين موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها بالضبط من الدين العالمي الموحد، ولا صراحة يقول إن هو ما بعتش، المجمع ما بعتش الأسقفين يوقعوا على وثيقة الدين الجديد ويتبرأ، ولكن هو قرار البابا، والبابا لابد أن يتراجع ويعتذر عن هذا
تمام الموضوع. يعني حضرتك بتطالب يعني الاعتذار لوحده مش كفايه بتاع الادب ماجستيرس، لا ده انت عايز كمان بتطالب المجمع بقرار رسمي ان هو يتعشان الشعب كله بالظبط في الاجتماع القادم. هم خلاص هيجتمعوا اهو قريب، احنا في شهر 11 بيجتمعوا في سيمينار قريب اهو، فحضرتك بتخاطب المجمع المقدس ان هو سلطه في الكنيسه بالظبط يطلع قرار رسمي ان هم مش موافقين على الدين العالمي الموحد. عشان وخلي بالك يعني لازم يكون قرارنا طبعا طبعا عشان فضيلة الشيخ الأثر طلع على صوت وصوت صح، يطلعوا احنا مستنيين المجمع إيه؟ المقدس يطلع بالزبط. يقول بالظبط اعتذار نيافة الأنبا مارتيروس لا يكفي. صح بالظبط لا يكفي. ده الاعتذار ده جاب ونعم ان احنا مالا نتكلم ونقول كذا وكذا، وناس كتيرة اتكلمت وكذا وقالوا لا يمثلنا من الأقباط برضو. في مسلمين برضو قالوا احنا الدين العالمي ده ضد الأديان وضد كذا. تمام نشكرهم برضو. ومن هنا أحب أن أوجه التحية لنيافة الأنبا أغاصر. طبعا لأنه تكلم احنا تكلمنا كتير، أنا كتبت من سنوات على صفحته وحذرته قلت لا يمثل أقباط الدين العالمي الموحد ونرفضه لأنه مخطط ماسوني. تمام أنبا أغاصن أسقف مغاغة والعدوى أيوة اللي هو البابا تودروس بيضطهده وبيشن عليه حملات وبيشن عليه يعني لجان إلكترونية. الرجل الوحيد صح اللي طلع بالصوت والصورة وحذر من الدين العالمي الموحد صح من المجمع المقدس. المجمع كله بيرفض في في الخفاء، احنا عايزين قرار رسمي لكن احنا عايزين قرار، لكن اللي طلع واتكلم نيافة الأنبا أغاصن وقال الهدف منه الهدف منه هو ضرب وهدم الكنيسة القبطية. الكنيسة القبطية لأن الكنيسة القبطية حجر عصرة عقبة أمام الدين العالمي الموحد بالظبط. وطلع فضيلة الإمام الأكبر نفس الكلام نفس كلام طيب عشان الناس برضو نعمل فلاش باك كده الأحداث اللي فاتت يا جماعة. هقول البوستات بتاعتك يا أستاذ جرجس وهقول كمان بوستات اعتذار برضو الأنبا مارتيروس لابد أن هبدأ الأول باعتذار نيافة الأنبا مارتيروس وكان اعتذار تاريخي طبعا. الناس فرحت جدا لأن مش عيب إن نخطأ ونقول إحنا ما كانش إحنا كان موقفنا هيبقى وحش جدا طبعا طبعا كان موقف الكنيسة هيبقى وحش وموقفنا كأقباط. أنا تمام كان كاتب إيه بقى يا أستاذ جرجس الأنبا مارتيروس على صفحته كان آسف واعتذار للأباء والأبناء بكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنني سبق وإني شاركت في مؤتمر السلام الدولي المنعقد في العاصمة الكورية سول والذي انعقد في سبتمبر 2014 في وقت عصيب ووقعت على وثيقة إقرار السلام وذلك عملا بمبادئ إيماننا المسيحي وعقيدتنا الأرثوذكسية ومشاركة كنيستنا باعتبارها رعاية للسلام. ولكن بعد أن استوضحت من بعض أبناء الكنيسة وما يدور حول الهدف الخفي شفتوا بقى يا جماعه والغير طيب نفس الجمله حاجه خفيه قال هناك في ظاهرها تدعو للسلام في باطنها بالظبط نفس الكلام من وراء ذلك المؤتمر وانه كان يدعو لوحده الاديان وليس للسلام فانني اقف بجانب الابناء واعلن رفضي التام لهذا المؤتمر ويشرفني ان اسحب مشاركتي وحضوري وتوقيعي لتلك الوثيقه الداعيه للسلام على غير الحقيقه في هذا المؤتمر. وقد ارسلت ايميل للجنه المنظمه لهذا المؤتمر بكوريا الجنوبيه ولرئيس جمعيه السلام الدولي المنظمه للمؤتمر ولسفاره كوريا في مصر ومثيلتها المصريه في كوريا الجنوبيه ولوزاره الخارجيه الكوريه والمصريه للتعبير عن رفضي الكامل للاهداف الخفيه لهذا المؤتمر. وكاتب بقى ايميل للجنه المنظمه لهذا المؤتمر بكوريا الجنوبيه ولذا ارجو من الاباء والابناء قبول اعتذاري ومسامحتي صلوا عني. ثانيه وقعد يقول متاسف يا احبائي ومعذره الأنبا مارتيروس هنا هو بيعتذر لمين؟ الشعب طبعا. ومين تاني؟ وللكنيسه ولاباء المجمع. اباء المجمع مش للبابا. البابا هو اللي بعته. لا 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 انا ما كنتش فاهم كده. معنى كده ان احنا كشعب ناس كتير اتكلمت وحذرت. ده معناه كمان ان في اساقفه كتير في المجمع المقدس قالوا له اللي اتعمل ده طبعا احنا مش موافقين عليه. طبعا بالتالي اباء المجمع ما كانوش موافقين وهو قدم واطلع وقول واطلع وفهم الناس ده ايه. هي جرأه منه وتحسب لتاريخه وانقذ الكنيسه من ورطه تاريخيه. صح صح انبا مارتيروس بسحب الاعتذار صح انقذ الكنيسه من ورطه لانه لو ما كانش سحب الاعتذار
وجه تصريح يعني فضيلة حتى الأزهر حتى يعني ناس العالم كله كلهم بيقولوا يعني تخيلي بقى لو ما اعتذرش فضيلة الشيخ الأزهر حتى موقف الكنيسة ما فيش خالص. لا ده فيه السؤال الأخطر في تحرك اتفضل خلي بالك هو تم التوقيع نيابة عن البابا لازم التوقيع ده يكون له دلالات قانونية اكيد تمشي على تترجم على الارض الواقع اكيد والمسؤول عنها يا جماعه ابن تبرع واما مرتدس تبرع والمجمع رافض يبقى المسؤول لوحده عن تبعات هذه الوثيقه هو قداسه البابا تدروس اللي يطلع ببيان يقول لنا. طب لو صمت خالص ولا اكيد صمت خالص يبقى فيه موافق برضه هو موافق وبالتالي المجمع المقدس الكنيسه اللي لازم ترد المجمع المقدس الكنيسة اللي والسلطة الأعلى لازم يطلعوا بيان في الاجتماع القادم حتى لو البابا موافق يقولوا احنا مش موافقين وان قرار البابا هو قرار هو ده اللي قصدي اقوله فردي ساعتها ايوه زي ما عمل جورج حبيب بيباوي قال قرار فردي قرار فردي يبقى احنا عايزين نعرف موقفه بقى هل هو فردي ولا المجمع المقدس معاه الموضوع ده يكشف البابا بقى. بس كده ويكشف كسلوكياته هي دي الحته اللي احنا بنقول عليها هي دي اللي انا قصدي اقول عليها هل هو قرار فردي ولا قرار متخذ من المجمع كله لا لازم المجمع يطلع يتكلم قرار فردي ايوه انا عارف تمام حضرتك بقى يا استاذ جرجس كتبت بتاريخ 20 يوليو 2020 بوست مهم جدا كتبت انتبهوا جميعا هناك حملات سيقودها اتباع الدين العالمي الموحد واذرعهم في الداخل لتشكيكهم في تعليم الدين الصحيح وهي حملات ممولة تتوافق مع فكر ماسوني مفضوح يبدده الرب بنسبة فمه وكل هذه الحملات ستبوء بالفشل تحت أقدام المصريين بالضبط بتاريخ برضو 26 ديسمبر 2020 برضو كتبت بوست مهم الدين العالمي الموحد مخطط ماسوني جديد لخلخلة أصول الأديان المحافظة على إيمانها وطقوسها وتقاليدها الراسخة ويتم تمريره تحت ستار مسميات براقة أيوة مثل السلام والوحدة والإخوة الإنسانية انتبهوا بيتم طبخ هذا المخطط وإعداده بواسطة الفاتيكان بابا روما فلا تنخدعوا وراء هذا المخطط الذي يخترق الكنيسة الآن ويدعم من البابا تودروس شخصيا وإنني هنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لنيافة الأنبا مرتيروس الذي أصدر بيان اليوم على صفحته الشخصية على الفيسبوك اعتذر فيه بقوة عن حضور مؤتمر عالمي للسلام ومن المؤكد أن حضوره كان بتكليف من قداسة البابا تودروس حيث أعلن في البيان أنه اكتشف أنه بيتم تمرير الدين العالمي الموحد تحت هذا الشعار وأعلن رفضه لهذا الدين الموحد وسحب توقيعه ومن المؤكد أن نيافة الأنبا مرتيروس بهذا البيان التاريخي أحبط مخطط كان يعد له سلفا لتوريط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأكد نيافته أيضا بهذا البيان حرصه على وطنه مصر وكنيسته الأرثوذكسية الأصيلة ومتأصلة في مصر في مصريتها وإيمانها وكشف ما يدار في دهاليز الكنيسة برعاية قداسة البابا تودروس المتحالف عضويا مع بابا روما والذي يسعى حاليا وبقوة للتحالف مع الكنيسة اللوثرية التي تدعم وترعى زواج الشواذ والمثليين والذي يسير قدسته على خطى بابا روما للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل فلسطين باعترافه بدولة الكيان الصهيوني بل والسماح لأقباط للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل فلسطين باعترافه بدولة الكيان والسماح بالأقباط مصر بزيارة القدس ولو بتأشيرة إسرائيلية وهو يعكس الاتجاه الذي كانت تسير عليه الكنيسة والمجمع المقدس الرافضين للتطبيع مع إسرائيل وعدم زيارة الأقباط للقدس إلا مع إخواتهم المسلمين كما أن بيان يافة الأنبا مرتيروس يؤكد عظمته لكنيستنا الأرثوذكسية وطنيتها وغيرة أبائها على الأمانة الأرثوذكسية ووعيهم لما يتم في دهاليز الكنيسة تحت ستار التنوير والتجديد والاستنارة في هذا البيان التاريخي لنيافته يؤكد أنه ابن بار للوطن وغيور على إيمان وتقاليد وطقوس وهوية كنيسته إن نيافته دخل التاريخ بحروف نور بهذا الموقف الشجاع الذي قبل بارتياح من جموع أقباط مصر كنا هنتورط صراحة يعني في بوست تاني فيما معناه نفس البوست ذا بس أنا هقوله برضو كان بتاريخ 31 مايو كتبت برضو تحية خالصة للأنبا مرتيروس الذي سحب توقيعه من مؤتمر الدين العالمي الموحد من عدة شهور
في هذا الدين يتم التجهيز له بالتعاون بين البابا تودروس وقداسة بابا الفاتيكان وعدد من رؤساء الأديان. فمن المعلوم والموثق أن قداسة البابا أرسل الأنبا مارتيروس ونيافة الأنبا أبيفانيوس نيح الله نفسه لإيقاد شعلة الدين العالمي الموحد، وقد أشعل الشعلة فعليا نيافة الأنبا أبيفانيوس في فيديو موثق. ونؤكد أننا كأقباط مصر لا علاقة لنا بمثل هذه التحركات الخفية، احنا تبرأنا بل ندنها ونرفضها. أي دين هذا الذي يساوي بين أتباع الأديان السماوية وبين عابدي الجاموس والبقر والصنم؟ وما فائدة الأديان إذن والأنبياء ورسالتهم؟ ولماذا لا يكون كل مؤمن على دينه ويتعايش في حب وسلام مع الآخرين دون هذه المخططات التي وصفها الكثيرين بالماسونية لضرب جوهر وتعليم الأديان، وخاصة تدجين الكنائس الأرثوذكسية والإسلام السني الذين يحافظون على إيمانهم نقيا من أي محاولات للنيل منه أو تغييره أو تزويبه تحت ستار التجديد والاستنارة والإصلاح. فهذا الدين الموحد الإبراهيمي يتم التجهيز له من التسعينات عمليا من أيام هيلاري كلينتون التي اجتمعت بمئة رجل دين للتجهيز والإعداد لهذا الدين. تفجرت حاجات كتير جدا. هيلاري كلينتون وكندليز رايس والناس دي. انت فجرت حاجات كتيرة جدا. بيتم التجهيز كانوا اجتمع في وزارة الخارجية الأمريكية في التسعينات أو في 2000 بمئة قيادة دينية حول العالم لبدء تمرير هذا الدين. كانوا بيحضروا ليه من زمان، لكن نشكر ربنا ان احنا حذرنا وغيرنا حذر مسلمين ومسيحيين، ولولا ان احنا تبرأنا ونيافة الأنبا مارتيروس كان موقفنا هيبقى صعب جدا. تمام. فعجالة كده بسيطة يا استاذ جرجس، بي بي سي نيوز عربي كانت عاملة تقرير شبكة حلو. بي بي سي عاملة تقرير حلو جدا يا جماعة عن الكلمة اللي قالها شيخ الأزهر. كان كاتب الأزهر والإبراهيمية، ما هو الدين الجديد الذي رفض الإمام أحمد الطيب وما علاقته بإسرائيل والإمارات؟ فجر حاجات كتيرة جدا. قبل يومين وفي كلمته في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس بيت العائلة المصرية، تحدث شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب عن الديانة الإبراهيمية وهاجمها ووصفها بأضغاث الأحلام ليحيي بذلك جدلا يصار ويغبو منذ أكثر من سنة عبر وسائل التواصل. فما القصة؟ عايزين يقولوا بقى ما هي الديانة الإبراهيمية للناس برضو يا جماعة، عشان في ناس مش عارفة برضو، عشان احنا بنوثق الحلقة دي. ليس هناك إعلان رسمي حتى الآن لقيام ما يعرف بالديانة الإبراهيمية الجديدة، إذ ليس لها أسس أو أتباع أو كتاب، إنما هي مشروع كبير بتصرف عليه، بدأ الحديث عنه منذ فترة. أساسه العامل المشترك بين الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، باعتبارها أديان إبراهيمية نسبة إلى النبي إبراهيم. الهدف المعلن للمشروع هو التركيز على المشترك بين الديانات، تغاضي عن ما يمكن أن يسبب نزاعات وقتالا بين الشعوب. وقد بدأ الترويج للفكرة فعلا في إطار إقامة السلام بين الشعوب والدول بغض النظر عن الفروقات اللي هي في كوريا. لماذا الآن بقى؟ وبيقول بقى ليه دلوقتي يعني كله بيتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. ومنذ ذلك الحين أثار المصطلح جدلا يظهر على السطح ويغبو أكثر من عام. لم يفهم كثيرون لماذا تحدث الإمام عن هذا الأمر، والبعض لم يسمع بهذا المصطلح قبل حديث الطيب. الإطار العام للكلمة التي ألقاها الشيخ الأزهر هو التعايش بين معتنقي الأديان المختلفة، إذ أن بيت العائلة المصرية جاءت فكرة تأسيسه بعد حادث كنيسة القديسين بالأسكندرية في مصر في حديث بين البابا شنودة الثالث ووفد من الأزهر. فمن المنطقي والمتوقع أن يكون الحديث عن التعايش والتسامح بين الأديان. ويبدو أن شيخ الأزهر رأى هذا الإطار ملائما للتعليق على مشروع ما يعرف بالديانة الإبراهيمية الجديدة. بدأ الطيب الحديث عن الأمر بالقول أنه يريد التنبيه قطعا للشكوك التي يسرها البعض بغرض الخلط بين التآخر بين الديانين الإسلامي والمسيحي، وبين امتزاج الدينين وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكل منهما، خاصة في التوجهات والدعوة إلى الإبراهيمية. وقال إن هذه الدعوات تطمح فيما يبدو إلى مزج المسيحية واليهودية والإسلام في دين واحد يجتمع عليه الناس ويخلصهم من بواقي الصراعات. خلي بالك، هو محاولات التطبيع، ما يعني محاولات القرار الديني العالمي الموحد بدأت من زمان، مش وليدة اليوم ولا وليدة حكم ترامب دونالد ترامب ولا وليدة حكم اللي هو ده حلم من رئيس اللي هو قبل ترامب اللي هو مين؟ الرئيس أوباما. مع أن أوباما كان يدعم هذا الدين طبعا من تحت الستار،
وكان في أيام هيلاري وغيرها يعني وزارة الخارجية الأمريكية بتتبنى هذا الدين وبتعمل اجتماعات لقادة الأديان تحت ستار الحوار وكذا وكذا لبدء تمرير هذا الدين الماسوني الجديد اللي هدفه إن الأديان تذوب وضرب الإيمان نفسه وضرب الإيمان معتقد وضرب الكنائس التقليدية اللي هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإسلام السني اللي يمثله الأزهر. علشان كده طلع انتفض مين؟ صح شيخ الأزهر بالظبط. تمام، لأن دول هم العقبة الرئيسية أمام الدين العالمي. أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ جرجس، وضحت أمور كتيرة والناس اللي مكانتش فاهمة الدين العالمي الموحد هدفه إيه، المخطط بتاعه إيه، عايز يستحوذ على إيه. إحنا قلنا يا جماعة إن إحنا بنرفض وبشدة هذا الدين العالمي الجديد، لأنه ضرب الأديان اللي مش هو، وهدم الأديان كمان. هو مش تحت ستار السلام أو تحت ستار المحبة، احنا كده ولا كده بنحب بعض. ما طبعا، بس يعني في هدف خفي ان احنا ما فيش ربنا بقى. محدش يسالني عن ربنا. الهدف الخفي ان اوروبا الان تجهز لمشروع ما بعد الاديان. ايوه، في مشروع بيتم الان بعد اختطاف بعض الكنائس لصالح الماسونيه زي الكنيسه الكاثوليكيه، تم اختطافها. اللي قاعد مين؟ الازهر شريف والكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بيتم يعني الحرب شرسه عليها لدرجة انهم استقطبوا البابا. يعني البابا، يعني البابا فرانسيس استقطب بقوة مين؟ البابا تودروس. البابا تودروس وبيعمل له كل حاجة وعايز يكسلك الكنيسة لولا الشعب وقف. وبعت اسقفين الدين ده في حاجات بتتم بس الشعب واعي. لكن الشعب واعي، والمسلمين ومسيحيين والمجمع واعي. المجمع يا جماعة، وبنطالب المجمع انه يكون يطلع وثيقة او يطلع بيان يرفض ويندد بهذا الدين بالزبط. ويؤكد ان احنا كلنا بنحب بعض وبنحب العالم كله، ولكن كل واحد يحترم عقيدة الاخر. بالظبط، عقيدة الاخر. صراحة اشكرك شكرا جزيلا، تحياتي، اشوفك في حلقة جديدة. وحلقة النهاردة وضحت بعض الامور، واحنا عشان بس الناس تعرف الدنيا ماشية ازاي من حواليها، واحنا عملنا حاجات بسيطة كده من بعض الحاجات، ولسه في حلقة تفصيلية. احنا ممكن نعمل حلقة تفصيلية عن الدين ده وازاي وبالوسائط. انتظرونا في وقت يعني قريب جدا، يعني هنعمل حلقة تانية عن الدين العالمي بقى الجديد، ايه بقى اهدافه بقى كتيرة جدا، وحاجات تفصيلية اخرى بعد استخدام البحث. المسكونية، نعمل بحث كبير جدا. المسكونية خلي بالك هيستخدموا المسكونية، في حاجات كتيرة بتحصل، والوحدة، شعار الوحدة والتجديد طبعا. يعني الكنيسه الكاثوليكيه، عشان الكنيسه الكاثوليكيه عشان يختطفوها لصالح الماسونيه، عملوا استناره تجديد واصلاح. عملوا ايه؟ بداوا مرحله اسمها مرحله جورنامينتو. يعني ايه التجديد؟ جورنامينتو بالايطاليه التجديد. وتحت شعار التجديد اختطفوا الكنيسه الكاثوليكيه. تمام، واتوا باباوات تنفذ المخطط الماسوني في تدمير العقيده. تمام، شيخ الازهر كان واعي، المسلمين اخواتنا نحبهم كل قوة لانهم رافضين، الازهر رفض والانبا مارتينوس رفض ومجمعنا واكبرنا رفض، لكن الذي لم يرفض الان هو قداسة البابا تودروس. التاريخ بيكتب ما لك وما عليك. صح صح. انت لو ما خدتش موقف في وقتها هتحاسب بعد كده. انت صمدت ليه؟ ما هي البابا الشيخ الازهر ذكي، لكن طب ما كلنا بنحب بعض. يعني كل واحد يطلع يقول محبة، طب ما عندنا البابا تودروس كل شوية بيقول محبة، وبابا المحبه وبابا التجديد. هو تحت ستار التجديد. حتى لو البابا قال حاجه جمله كده في العالمي في 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 الاحتفاليه دي، احنا عايزين بيان رسمي من البابا نفسه. هو تحت ستار التجديد والاستناره والمحبه نعمل حاجات تخالف وطنيتنا وتخالف ايماننا وعقيدتنا. طبعا ده اللي احنا بنقول عليه. المحبه لها اصول تكون بلا رياء، طاهره، لا تتعارض مع الاديان ولا تتعارض مع الوطنيه. طبعا هي دي المحبه. أشكرك جدا يا أستاذ جرجس، أشكركم شكرا جزيلا، تحياتي، أشوفكم في حاجة جديدة.